In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Welcome. إن شاء الله بأشرح لكم الدرس الموجود عندنا page number 14 اللي هو lesson number 3 الدرس الثالث في unit number 2 اللي هي sea animals. The third lesson الدرس الثالث اللي هو rhythms and reading. موجود عندنا في هذا الدرس قاعدة أستخدمها في اللغة الإنجليزية علشان أعمل تشبيه، أشبه شيء بشيء آخر، أشبه شيء بشيء آخر. إيش أستخدم علشان أشبه شيء بشيء آخر في اللغة الإنجليزية؟ أستخدم القاعدة هذه: as plus adjective plus as. as يعني مثل، okay؟ adjective أو يعني الصفة. يعني الصفة أخذناها من قبل. إيش يعني الصفات؟ ممكن تراجعين معنا الصفات؟ أوكي. Adjectives زي مثلا fat أو سمين، fast سريع، big كبير، cute لطيف، scary مخيف، slow يعني بطيء. أوكي، إذا علشان أعمل تشبيه لازم يكون عندي صفات. يكون عندي صفة. طيب كيف بتكون الصيغة زي ما قلت لكم؟ as adjective as. as معناتها مثل، right؟ طيب باخذ مثال: إيمان is as cute as Sarah. إيمان is as cute as Sarah. هنا أبغى أقول إن إيمان لطيفة مثلها مثل سارة. إذا إيمان اللي هي الطرف الأول اللي أنا أبغى أشبهه، سارة هي المشبه به، أنا شبهتها بسارة. أوكي، إيش صفة التشبيه؟ إنها كيوت زيها زي سارة. أوكي، ناخذ مثال ثاني. أو ريم، أنا أبغى أشبه ريم بأنها جميلة مثل القمر. أوكي، أشبهها بالقمر في جماله، رايت؟ إذا الصفة اللي أنا أبغاها beautiful، جميل. كيف أعمل الجملة؟ ريم is as beautiful as the moon. ريم is as beautiful as the moon، يعني جميلة مثلها مثل القمر. ريم is as beautiful as the moon. هنا أستخدم as، بعدين الأدجكتيف، بعدين as. وهنا طرف التشبيه، هنا عندي في الأول أطراف التشبيه، هنا عندي ريم اللي أنا أبغى أشبهها، مون اللي هو مشبه به. It's here. مون اللي هو مشبه به. Another example، مثال ثاني. Ali is as fat as a walrus. Ali is as fat as a walrus. As fat as a walrus. يعني علي أو سمين. أوكي، مثل الوالرس. Right? طيب another example. منى is as slow as a seahorse. منى بطيئة مثلها مثل seahorse. إذن هنا أبغى أقول إن منى بطيئة. Right? أشبهها بإيش؟ بالبطء. مين اللي بطيء عندنا في sea animals؟ The seahorse. Right? Another example، مثال ثاني. أحمد is as fast as a dolphin. أحمد is as fast as a dolphin. أحمد سريع مثل الدولفين. Okay؟ أو مثل سرعة الدولفين. هذا معنى الجملة. Okay؟ إذن هنا عملت تشبيهات. تشبيه في كل الجمل اللي أعطيتكم قبل شوية تشبيهات. أو آخر جملة ناخذها: هدى is as fast as a dolphin. هدى سريعة مثل الدولفين. Now it's your turn. دحين دورك تقولين لي إيش الكلمات أو إيش الأجزاء الناقصة في هذه الجملة علشان أعمل التشبيه. هنا في عندي هدى، أو أبغى أشبهها بأنها لطيفة مثل البيبي. شايفة هنا كيوت. إيش المفروض إني يكون عندي هنا؟ هدى is cute. A baby.
إيش بيكون عندنا هنا؟ صح. As Huda is as cute as a baby. Huda is as cute as a baby. Right. Let's move to page number 14. صفحة 14. Page number 14. I have this chant. في عندي هنا أنشودة. Okay. Okay. قبل طيب ما نأخذ الأنشودة أو أقرأ لكم الأنشودة. شوفي معايا الصور. The pictures. What is this? طبعا كلها عندي sea animals. كلها الموجودة عندي sea animals. Sea animals. How many? كم عندي واحد؟ يلا نعدهم مع بعض. Here I have 1, 2, 3, 4, right, 5, 6, and 7, right? These are the sea animals. Oh, I have 8, not 7. I have eight sea animals. 8 sea animals. All right. This animal, أول واحد عندنا, it is an eel. This is eel. This one, it is eel. This one is seagull. Seagull. This one is a walrus. This one is seal. Seal. This one is dolphin. This one is shark. This one is whale. It's very big. And this is a seahorse. This is a seahorse. All right. Let's look at the chant. Just like something. فقط مثل شيء ما. As slippery as an eel. As slippery as an eel. All right. إيش يعني slippery? Slippery. صفة معناتها رخو رخو. Okay. As slippery as an eel. As fat as a walrus. As big as a whale. As big as a whale. أو كبير مثله مثل الويل. As fast as a dolphin. سريع مثله مثل الدولفين. As scary as a shark. أو مخيف مثل الشارك. As cute as a baby seal. As slow as a seahorse. As noisy as a seagull. As noisy as a seagull. Alright, ممكن نحن نحط هنا في البداية المشبه. يعني مثلا يكون عندنا جمل أو كلمات, نجيب كلمات تكون هي المشبه. Okay, المشبه به. يعني مثلا نقول elephants, ممكن نقول هنا elephants, هنا هنا ممكن نقول elephants. As elephant is, الفيل is as big as a whale, right? As fat as a dolphin, ممكن نقول bear. ناخذ مثلا من الحيوانات العادية اللي هي not sea animals. A bear is as fat, is as fat, هنا is as fat as a walrus, the bear, وهكذا. All right, it's very easy. Thank you. أتمنى تكون سهلة لكم. Goodbye to you.